نيكست. رجعنا من جديد في زون ميكس مع ضيفنا اليوم الحكم المساعد امين بركلا، واكد لي يقول لي الكاتب العام لجمعيه الصحفيين الحكام كره القدم امين بركلا. رحب بك من جديد امين. نحكي شوي على الجمعيه. يقال انه الجمعيه احتوتها الجامعه بعد ما كانت لسانها كان صوتها كان عالي في وقت من الاوقات، خاصه في الفتره اللي تعاقبت فيها انت، كانه صوتها انخفض شويه في الفتره الاخيره. لا اقول لك، من أهم شيء في الحياة أنك الحياة ومرور الزمن يعلمك برشا حاجات. تأسيس الجمعية زي في سياق إسلام مهم جدا، سياق متاع تحرر وانعتاق سنة 2011، وبالتالي فتح المجال باش نأسسوا جمعية. أسسنا جمعية، مش انا اللي اسستها، انا وعدد من زملائي كما فارس بوغاسا، كما سيف الدين سعيدي، كما سليم جديدي. لا سليم جديدي مش مؤسسين، مش مؤسسين والله. بعد التحق بنا كما اسكندر الذهبي، كما منعم العيادي، هذوما الناس المؤسسه للجمعيه. وكانت عندنا رؤيه وتوجه اللي هو طبعا اصلاح ما يمكن اصلاحه ودعم القطاع التحكيم، هذا هو. دونك عام 2012 و2013 وزوى ذاك الكل، تكلمنا وتحدثنا. لمن أسست هذه الجمعية؟ للحكام. أسست للحكام. وأول من خان الجمعية هم الحكام. كيفاش؟ احتراما للزملاء أكتفي بهذا. اللي قدمناه واللي عملناه واللي تحدثناه. ما تسميليش أسامي، ما أعطيني شنو صار. أبش نقول اللي تكلمناه، لازم ترزع كما ترزع للإستاتيو بتاعي، لازم ترزع المداخلات. لنهار أمين بركلا طالب على تعييناته ولا تكلم عن الناس على تعييناتهم ولا لا، الغاية وإحنا في الستاتيو بتاعنا نرفض التدخل في التعيينات. كان التعامل لإصلاح قطاع ومنظومة تحكيمية، هذا هو الغاية. أعطيني كيفاش خانوا الحكام الجمعية؟ خانوا، خافوا، ما حبوش يكملوا في المسار هذاك، رغم اني انت ناطق رسمي باسم الجمعيه. انا باسم الجمعيه، باسم الجمعيه، مش زملائي فارس وسيف. لا لا لا، بالعكس، المنخرطين. لا بالعكس، انا هنا راني لازمني نحيي زوز من الناس بالخصوص، اللي هما فارس بوقشه امين المال والرئيس المؤسس سيف الدين السعيدي، على وقوفهم نصرة المسلمين بركلا، نصرة للحق. وقت اللي أمين. طالبوا منهم، وقت اللي رغبوهم ورهبوهم بالتعيينات طبعا، باش تخليو على الجمعيه وعلى امين بركله، بداعي انه امين بركله هو المدبر. فما شكون عطاهم قام ترغبوهم بالتعيينات ورهبوهم بالتعيينات كيف سيف وفارس. دونك اداره التحكيم هذه ما تكون كان اداره التحكيم. اداره التحكيم حبت ترفع الجمعيه. والناس اللي دايرين بالقطاع اللي يعتقدوا نفسهم في بعض الاحيان فاعلين ومؤثرين، مش بالضروره كان الاداره. ما تحكيش ما برشا، قلت لك استحي من ذكر الاسماء حمايه او احتراما لهذا البلاتو. دونك ما يقلش حتى من الاحترام كيف تسمي اسامي. لا ميساج، انا تقديري هذا يا اسلام اخويا. دونك الحكام الاخرين اللي حتى كان، مش حتى كان، هما يعتقدوا اللي نعملوا فيه كله صحيح ولليوم الغدوه يبعد، هي باش مستقوى الجمعيه. خي مستقوى، انا نحب نطيح الاداره ولا غايتي باش نحكمها؟ علاش قلت لك انا مين غايتي باش نعمل جمعيه الحكام احتوتها الجامعه؟ محتوتها. خلينا نقول لك علاش قلت لك احتواها وديع الجرير. امين برك الله اللي كان صوته عالي رضاوه بالقائمه الدوليه. يتقال هذا. مراد بن حمزه اللي رئيس الجمعيه كان خذا منصب بعد ما كمل التحكيم في رابط الجهوية بتونس هكا ولا دونك احتوتها الجامعة اللي كانوا أصواتهم عالية جبناهم معنا. مصحيح ما هو صحيح، وذي يتقال لضرب من مصداقية الأشخاص، ومهما حاولوا ومهما ضربوا ومهما شوهوا مصداقيتنا ستبقى عالية وناصعة، وانت تعرف هذا جيدا. مهما حاولوا يعملوا لنا. دخلت صفحة الجمعية امين البارح في الريشيرش نتاعي، تقريبا لاحظت فقط تكتفي ببلاغات جوفيه تعازي
في صفحه الجمعيه. معناها ما اكثرش. تقول لي انسطه، تقول لي عندكم مشاكل على مستوى العمل وعلى مستوى الانسطه. بخلاف الانسطه هذا هو ما يستعمل. الحكام كل يوم يتضربوا في الاقسام السفلى. لا لا ما يكفيش التنديد. انا ضد التنديد هذا، سواء في جمعيه حكام ولا نقابه صحفيين. تندد لي بصحافي تضرب ولا حكام تضرب. يا خويا امشيوا ابعد، قدموا شكايات، قاطعوا الجمعيات اللي تضرب فيها حكام، قاطعوهم، زفروا لهم، عاقبوهم، عملوا قانون يحمي الحكم هذا اللي قداش تحكي عليه قانون اساسي للحكم، ما تحكيش عليه جمله وقف المشروع. هذا هذا باش تكون جمعيه فعلا ولا انا غلط؟ لا انت غلط في هذه. واللي منين قاعد تستميت في معلوماتك؟ صدقني اسلامي غلطوا فيك. صدقني صدقني لا كلمت حتى حد ولا استقيت معلوماتي من عند حتى حد. ما لا انت معلوماتك خاطئه وقراءتك خاطئه. قل لي ما يصيرش، اعطيني الصحيح. قلت لك من خلال مسار كامل ومسوار كامل حاولنا انه نغير ما يمكن تغييره، ونزحنا في تغيير عديد الاشياء. بخلاف المنحه، اوكي نمشي معاك، اللي هي ترفعت. اعطيني شنو اللي بدلته؟ نزحنا في تغيير عديد الاشياء في طريقه التعامل الداخليه بنقائص عديده ما زالت موجوده، ولكن تغيرت عده اشياء. وقت تقول لي عشكيات، لازم تسال ديرنيرمون حتى للمؤخرا الحكام اللي تضربوا وتقول لهم، والحكام اللي عديد اللي تضربوا وتقول لهم، هل انه الجمعيه تتصل بكم وتوضع على ذمتكم اساتذه محامين ام لا؟ كان قالوا لك لا، عاود كذبني في البلاتو. قاعدين نقوموا به هذا كله وقاعدين نسعى وقاعدين الكل، لكن فما حاجات انا في تقديري العام مهوس اتصاليا بالضروره انه نقولوا اتصلنا بفلان وقدمنا قضيه بفلان وعيننا محامي لفلان وكل. المهم هذا ممكن اتصاليا احنا غلطين، اي كتيب كوميونيكاسيون ممكن غلطين، ممكن ناقصين صحيح، لكن هذا كل قاعدين نعملوا فيه. الناس تلوم علينا على مراسلات للجامعه بخصوص الفلوس. لازم نوري لك، نحل لك الميل وتشوف مراسلاتنا المؤخره للاداره الوطنيه للتحكيم. قد عندكم الحكام ما خلصتوش؟ ليه خالصين الحكام ديرنييرمون تو السيزون هذا يظل مازال ما خلصناش، دونك مازالت البارتي هذه هو، اما الباقي فيه اللي ناقص. علاش قلت لي يلوموا علينا بخصوص ال مو على خاطر قبل ما يخلصوهم ديرنييرمون بعثنا خلصوا زوز تاع السي والسي دو دونك هذا هو، وديما نسعاو باش تكون الاخلاص تتحسن. بالنسبه للقانون الاساسي للحكم، ايوا يعطيك الصحه في السؤال هذا. كيف كيف مشكل في هالبلاد للاسف الشديد الاسلام، انه احنا ناس نحبوا الشو برشا، نحبوا هكا الاستعراض والعرض وكل خطوه تطبيله. نحن راسلنا مش راسلنا وزهنا مشروع قانون نظام اساسي وزهناه لسيد شو اسمه سي عواز طرابلسي. احنا تو عام قداش؟ احنا اوني 2022. انا من 2015 نسمع به القانون الاساسي للحكم حتى من قبل. هذا وزهناه. تو ما زلتوا معناها في مرحله التوجيه معناها. سبع سنين تو. مش احنا نقروا. لا لا عنداش عامين الحكايه. شو من 2015 نسمع بقانون اساسي للحكم. لا لا نوري لك انا اهدافكم باش تعملوه. ليه؟ مش احنا اصحاب القرار. النظام الاساسي هو من سلطه المكتب الجامعي. ودعوه مثال ساي فرصه بس المكتب الجامعي ينظر والاداره الوطنيه للتحكيم في النظام الاساسي. ووزهنا مسوده نظام اساسي وزهناه هذا للاداره الوطنيه للتحكيم. دونك موجود على الاداره ان تتحرك في هذا السياق، احنا ما عندناش سلطه، الجمعيه عمرها لا كانت، المجتمع المدني عمره لا كان عنده سلطه تقريريه. وسلطه مناصره، سلطه توعيه، سلطه تحسيس، هذا هو دورنا احنا يا اخي، مش دورنا راه احنا باش نوليو اداره. مش هذا دور الجمعيات والنقابات. ولازم تفهم الجمعيات والنقابات اليوم انه دورها مش هي تحكم في بلاصه المسيرين، المسير هو من يحكم، وانت كشريك في المنظومه التحكيميه وفي القطاع التحكيمي، ونتشاور ونتواصل، انت تقول احتويتني، علاش انت ما تقولش انه العلاقه تغيرت؟ ممكن في الفترات بتاع 2013 2014 كانت العلاقه ما فماش تواصل، وقت اللي تحلت سبل التواصل علاش ما نتحاوروش؟ يا شو ما عندناش حق نتحاور مع المكتب الجامعي؟ ما عندناش حق نحكيو معاهم؟ يخسبينا احنا اعداء؟ ما عنديش مشكل انا راني مع الاشخاص. تبدلت لغه الحوار. ما عنديش يعني. حتى مشكل مع الاشخاص، نحن نتطور، لسنا اغبياء لنبقى على نفس الحاله.
ايش بيه ما نطوروش والى اليوم نجم نسمع كما كان شنو مقابل وقت شنو المقابل هاني قلت لك شنو المقابل مثلا انت خذيت مقابل قائمه دوليه قائمه دوليه وهذا حتى حكام بيدهم يقولوا في بالي بيهم ويضحكوا ويلعبوا معايا ويضحكوا يلعبوا معايا وهم يقولوا خذي القائمه الدوليه وسكتوه وحاجات اخرى ما نجمش نقولها لك في وتنازل وكذا وكذا شنو المطلوب شنو المطلوب المطلوب اني نخرج نتكلم اليوم نسب الناس باش هما يبداو فرحانين في ديارهم وقاعدين والله يعطي الصحة وبطل من بعد كي تقول لهم يلا نتحركوا الناس كل تزبد روحها بيك خذوك في وقت من الأوقات الحكام خذوا القطاع ما خذونيش أنا عاد ماني خذيت القائمة الدولية حطوك أنت في الواجهة في وقت من الأوقات قبل القائمة الدولية القائمة الدولية قبل القائمة الدولية أنا علاش خذلوني خذوا روحهم أنا ما يخذلني حد تقدير ممكن يكون خاطئ وكل المصلحة القطاع مش حتى مصلحتهم أنا ما نحبش ندخل هذا ليه ولليوم الغدوة قاعد ننقد من الداخل وتنزل تسأل الناس الكل واليوم الغدوة باش نواصل مطالبتي بالإصلاح تقول لي تغيرت علاش ليه ما تغيروش علاش كي تكون الآلية سليمة نراوها انبطاحة والكلمة اللي هما قالوها انبطحة هكا ولا المكتب الجديد نجم الجمعية نجم نشوفوا معاها ترجع الجمعية الأهداف اللي تأسست عليها إلى اليوم أهدافنا يخص بها هي أهدافنا ترزعنا عليها باش تقدم المكتب الجديد والانتخابات والله اليوم أنا عندي أنا مؤسس جمعية الانتخابات كانت بس تكون في مارس 2021 جات الجائحة أزلناه كيف في الذروة عامنا زيت السنة دونك قلنا نخليه خاطر أصدقائنا وزملائنا في الودادية نظموا ملتقى تو عندهم ملتقى في زربة علاقتكم من زيت مش باهية مع الودادية عمرها لا كانت سيئة لا فما اتهامات من الودادية انكم تحبوا تلتفوا عليها في وقت من الأوقات وهمشتوا الدورة متاحة وشنو حاجة ما اتهموناش بها مش مسكر قلقناش احنا قررنا بس ما ندخلوا في حتى تنظيم موازي مش على خاطر الودادية حماية لوحدة الصف التحكيمي مثالس خاطر كان احنا عملنا توا سيمينار راه الناس بتدينا لينا مي احنا ما نحبوش نبينوا الاختلاف والاعلام عاد يحب الحكايه هذوما ومختلفين ويضربوا في بعضهم وكذا وناس الاعلام ما يحب حتى شيء انتم في بعضكم انتم اللي تحكيوا وتتصلوا بالاعلام وتقولوا ها عملوا لنا هما يتصلوا ممكن اي خاطر ما تتهمش الاعلام معناها في الاعلام تحبوا كذا خلينا نقدموا مين نحكيوا عليك انت راضي على مسيرتك التحكيميه لحد الان؟ لا بالكل؟ لا مانيش راضي كانت تكون خير؟ اي كانت تكون خير برشا لو انبطحت اكثر كما قالوا كنت نازم جاتك الفرصه طبعا يا اخي احنا انا على قلب القلوس احنا ديما نحن كلمه خايبه في برشا انا نعتبر انه الازمه في البلاد هي ازمه اخلاق وقيم انا انسان اؤمن بالاخلاق ليتيك وبالقيم اللي فالور تنبطح اكثر ينجم يكون كما قال مختار دبوس مؤخرا نعمل اوفر نتاع ميساجات في الصباح صباح الخير رئيس في الليل شهر طيب رئيس تصبح على خير رئيس ينجم يكون هكا انبطاح اكثر اسمع مختار دبوس سمعت ولا مختار اسمع مختار صديقي وصديق عزيز جدا واكتفي بالقول بهذا لانه مختار طبيعته قائمه على الفكاهه قائمة على الفدلكة وهو تكلم ويتحمل مسؤوليته أنا بعيد على الفدلكة موجودة ذي في قطاع التحكيم لا مصحيح لا والله موجود نأكدك ذي بالوالله نقول لك وين نعرف شخصيا يعني أنا صباح نقوم من لا مش أنت ما قلتش أنت ليه ولا فما حكام نعرفش هم أحرار في علاقتهم زي دارا وأنا تعرف أنا والله لا نعرف وقاصة أنا ما حلفتلكش حتى مرة كان هذه والله لا نعرف تكون يقوم صباح الخير ومساء الخير أنا من راس عيب أنه تكون العلاقة ما بين المسؤول ومنظوره تكون طيبة فهمت عليه؟ طيبة علي تحبوها تكون سيئة علاش الشيطنة للمسؤول علاش بنيت كلامي بنيت كلامي على أنت قلت لي ما كنت نجم نبطح أكثر معناها انبطاح أكثر بالطريقة هكا أنا 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 ردا عاد أنت عاد تبارك الله عليك عاد تفهم سياق الحديث أنا ردا على قالوا انبطح على قالوا انبطح وربي يهديهم لأنه لو نتحدث عن انبطاحات الناس كتب ومحابر دخلت المنظومة من بارك الله منظومة ايه سيئة هي المنظومة مختار دبوس قال سيئة هي المنظومة فماش حتى حكم منظمش المنظومة انت تعرفها سيئة هي المنظومة ود القطاع تعرفها منظومة شو معناتها منظومة منظومة التحكيمية شو معناتها خلينا نفصل الناس تسمع في كلمة منظومة ومين بارك الله أول من قال كلمة منظومة واضح اي دونك تعرف معناتها منظومة لا انا انسان منظومة نفسر لك لا تفسر لك انا عاد كلمة انا طلعتها بس انا من خاطر سالتني انت انا تنقول لك لا خاطر
المنظومة هي شنية؟ المنظومة هي شيء فيه عديد الأشياء المتداخلة فيما بينها تكون منظومة بمفهومها العام المفهوماتي للشيء. دونك المنظومة فيها أطراف متداخلة. هذا في مفهومك أنت. مش مفهومي هذا هو المفهوم. مفهومي أنا المفهوم العام. المنظومة هي. في المخيال العام. هي منظومة القائمة نتاع الحكام والعباد اللي تنتمي للمنظومة التحكيمية هذه اللي يكونوا موالين لرئيس الجامعة ويتمروا بأوامر رئيس الجامعة وكذا وما يبعدوش عليها. وحسب ما قال المختار دبوس ما فما حتى حكم مش حكم منظومة. ويلزمك تكون من المنظومة وإلا تخرج منها المنظومة. واللي يقول ويمشي عكس التيار يخرج ويتيح كما هو سماها العجلة متاع دحدح يتيح من المنظومة. وهذا صار مع برشا ناس منهم ظهر لي أشهرهم محمد بن حسانة مؤخرا. كنت نجم ترضي المنظومة أكثر من برك الله. أنا ما نعتبرش أنا تفسيري للمنظومة وتفسير مختار وتفسيرك أنت تفسير آخر وغير متطابق وهما خطان متوازيان لا يلتقيان أبدا. أنا مش هذا تفسيري للمنظومة اللي قالوا مختار النجم ونصفوه بأوصاف أخرى. هذا كلام ينجم يكون يصلح للشعر ما يصلح مش بتاع واقع من برك الله. وانت سيد العارفين. تعويق أنا أسمعني مش سيد العارفين. أنا الخباب اللي نعرفهم وهذا مؤكد. الخباب اللي متاع الخباب اللي أنا نعرفها هذا مؤكد. لكن أنا تفسيري لكلمة هالكلمة هذه اللي حتى فقدوا لها معناها خيابة كلمة منظومة خيابة تم فقد معناها الحقيقي الأساسي. فهمت دونك تنتي اليوم توي زادة يسمعوني الناس ويقولك اش بيك تكلم هكا. انت قدمت امين بركلة اكيد عديد من المستمعين وخاصة من القطاع يقولك امين توي زادة بس فهمت كما هما يتوقعوا خاطر يحبوا يسمعوا الحديث اللي هما يفكروا به اما ما يقولوه لا يقولوه لا في العلن ولا يقولوه ما بين المسؤولين في الابواب المغلقة. اما مختار عجيبه هنا تو يحكي لك علاش ما تستدعيش انت مختار دبوس تو يحكي لك هو على المنظومه راح حكي هو ما حكي شيء مختار اللي فهم حكي لا ينزم يحكي ما اكثر كان يحب الحكام تاع المنظومه ذي قاعد تستقطب فيهم الجامعه حتى كي يكملوا ما تخلاش عليهم تقريبا كما مراد بن حمزه ياسين حذوش وسيم بن صالح تقريبا يقال انه متاع رئيس الجامعه معناها حتى كي يبطلوا زفاره ياخذوا مناصبهم ديريكت السنه فيهم معناها فهمتكش؟ والله لا فهمت كيفاش فهمتنيش؟ والله لا فهمتكش معناتها. اما اللي فما حكام مغضوب عليهم وحكام معناتها هما عندهم مكانه وحظوه متميزه عند رئيس الجامعه والا عند الاداره يعني الحكيم. يعني مراد بن حمزه وعنده حظوه عند رئيس الجامعه احسن من حكام اخرين ولا وسيم ولا ما فهمتكش؟ ما دام خرجوا ويلقاو مناصب نتاعهم تستنى فيهم. وعلاش ما ياخذوش مناصب؟ هما اعلنوا عصيانهم للجامعه التونسيه لكره القدم. مثلا حكام سامحني كيما سليم الجديدي كيما كيما محمد بن حسانه كيما سليم محمد مناصب تستنى فيهم سيمو محمد ما كيف كيف خاطر اعلنوا انهم ضد المنظومه معناتها من الاول. اي واحد يقول لك انا ما نخدمش معاك انا اسلام زين نقول لك انا مانيش باش نخدم معاك تخدمني معاك انا ماكش باش تخدمني معاك يعني بغض النظر على حاجات اخرى. انت انسان انا يمين نقول لك انا يا اسلام مانيش باش نخدم معاك تجي تقول لي اخدم معايا انت مش هكا عاد يعني مش باحترامي انا راني وسليم الزديدي اصدقاء وانا اعتبر سليم الزديدي خساره انه ماهوش موجود اليوم في التحكيم التونسي خساره كبيره ياسر. هو في قطر ويقوم في دور مهم جدا ومحوري ودور جبار سليم خاطر مش راضي على كيفيه اللي تصير بها القطاع التحكيمي في تونس. اي هو مش راضي اي هو مش راضي دونك ماهوش باش يخدم مع الناس هذوما يعني عادي يعني ما فهمش بينا مستغربين يعني شنو الحاجه الغريبه انسان مش راضي ما يخدمش كاو اختار الاختيار الصائب. انا مانيش راضي ونخدم معاك ما يزيش نولي نتناقض مع روحي. باهي مش نسميك مجموعه من الحكام امين تعطيني رايك فيهم حاجه باهيه فيهم وحاجه خايبه. نبداو بهيثم قيرات نقطه قوه تعتبرها فيه تحكيميا ونقطه ضعف. لا تحكيميا من لازم نجاوبك على حتى حكم. ما نافيش حكم ما نافيش باش تجاوبني. لا مش خايل على طبيعتهم هما لازم يكون نقول لك كذا اما باش تقول لي خايبين ما طبيعتهمش. لا 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 تحكيمين لا عيب انه نقول اليوم الحقيقه انا ممارس اليوم ما حتى حد كامل امين. اي طبعا لكن انا اليوم ممارس للقطاع وما زلت مع القطاع الى حد هذه اللحظه معاك ما نلزمش نحكم على الناس. نلغيه سؤال معناها ما نلزمش نحكم على الناس عيب
غير اخلاقي. يا اسلام لازمك تفهم قيمه، وانت تعرف اخلاقيات فما اخلاقيات في الصحافه ولا ما نعملوهاش وما نكلموش على اصحابنا صحيح ولا كيف كيف، فما اخلاقيات ليتيك خاطر العباد ما يفهموا شنو الاخلاق. ليتيك نحكي، مانيش نحكي على الاخلاق المعنويه الاخرى، ليتيك بتاع الشيء ما يخلينيش انا اليوم حكم ممارس انا وياه نزيد نحكم هكا باهي وهكا خايب وهكا كذا وهكا كذا. باهي فاصل قصير امين، زدنا باش نكملوا معاك الحوار تقريبا ناخذ جزء من الحصه نتاعنا باش نكملوه بعد شويه، ولو نقبل هذا امين تحب تفكرت ماتش انا فما لقطه اثرت شويه جدل في مقابله السي اس اس والاسبيرونس، كان فما تسلل هزيته كان تتفكر هدف للترجي الرياضي التونسي وقتها، باش نحكي عليه بعد شويه. فاصل قصير وبعد نرجع.